بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، قال: يعني الدين بالدين. قوله يعني الدين بالدين هذا ليس من الحديث، فإنه ليس موجودًا في مسند البزار، وإنما هو تفسير من المصنف أو من غيره من أهل العلم الذين نقل عنهم هذا الحديث. يقول المصنف: رواه إسحاق، ويعني بإسحاق إسحاق بن راهوية صاحب المسند، والجزء الذي فيه مسند ابن عمر ليس مطبوعا، وإنما موجود بعض مسند أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. قال: رواه البزار إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. لما روى البزار هذا الحديث ذكر أن هذا الحديث تفرد به موسى بن عبيدة بن نشيط، وهذا الرجل أعل به الإمام أحمد هذا الحديث، فذكر أن موسى هذا ليس كذابا، وإنما هو منكر الحديث، يأتي بأحاديث منكرة. ولذلك فإن الإمام أحمد لما ذكر له هذا الحديث قال: ليس في هذا، أي في بيع الدين بالدين، ليس في هذا حديث صحيح، وإنما هو الإجماع، أي إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. إذن عندنا أمران: الأمر الأول أن هذا الحديث لا يصح مطلقا لتفرد موسى بن نشيط به، والأمر الثاني أنه قد انعقد الإجماع في الجملة على حكمه. ومسألة بيع الدين بالدين من المسائل الدقيقة التي طال فيها كلام أهل العلم. وقبل أن نبدأ بذكر تقسيمات بيع الدين بالدين وتفصيل الأحوال فيها، لا بد أن نعرف مستند الخلاف فيه من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. فكثير من أهل العلم، وهو مشهور المذهب، فسروا بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الدين بالدين. ولذلك فإن مشهور المذهب أن بيع الدين بالدين بشتى صوره ممنوع، لا يصح بيع الدين بالدين في شتى صوره، بجميع صوره ما يصح. وأما على الرواية الثانية فإنهم قد فسروا هذا الحديث المروي أو الإجماع المحكي على أن المراد بالكالئ أي المؤخر، أي المؤخر، فيكون من باب ذكر بعض صور بيع الدين بالدين، فيكون بيع المؤخر بالمؤخر. وبذلك يتضح لنا بعد قليل التقسيم المهم الذي يجب أن ننتبه له ونعنى به. من كان عليه دين فباعه فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يبيعه بثمن حال مقبوض، وإما أن يبيعه بدين. فالصورة الثانية هي التي تسمى ببيع الدين بالدين، وهو الذي سنتناول الحديث عنه إن شاء الله الآن. والصورة الأولى هو بيع الدين بالعين الحالة المقبوضة، وهذه مسألة أخرى منفصلة عن مسألتنا، ولكنها تذكر تبعا، وإن كان الفقهاء يذكرونها في موضع مختلف عن موضع بيع الدين بالدين، لأن بيع الدين بالدين يتعلق به ربا الفضل وربا النسأ. طيب، من باع دينا بدين فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يبيع الدين على من هو عليه، والحالة الثانية أن يبيع الدين على غير من هو عليه. الصورة الأولى أن يكون على شخص دين فيقول: بعت الدين الذي في ذمتك بدين آخر في ذمتك، وهذا له أربع صور سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. الصورة الثانية أن يبيع الدين على غير من هو عليه، يكون له دين في ذمة زيد، فيأتي عمرو فيقول: سأشتري منك هذا الدين الذي في ذمة زيد بدين آخر. وضحت المسألة؟ نبدأ بالصورة السهلة، وهو بيع الدين على غير من هو عليه. نقول: بيع الدين على غير من هو عليه، عرفنا صورته قبل قليل. أنا أكون قد أقرضت الشيخ مسعود
ألف ريال وهو في ذمته، فيأتيني حمزة مثلا أو عبد الرحمن ويقول هذا الدين الذي في ذمتي مسعود سأشتريه بدين آخر بألف أو بألف وخمس أو بثمانمائة أعطيك إياها بعد شهر، بحيث أنك تكون أنت يا حمزة أنت الذي تطلب مسعودا، وأما أنا فأنا أكون الذي أطلبك. وضحت صورة بيع الدين بالدين على غير من هو عليه؟ أعيدها، هذه المسألة من أدق المسائل، ولذلك أنا اختصرت حذفت بيع الدين على غير من هو عليه لكي لا نوقع في الاستشكالات، أعيدها. الثانية أصعب، بيع الدين على من هو عليه أصعب. طيب، بيع الدين على غير من هو عليه صورتها ماذا؟ ثلاثة أشخاص، أنا ومسعود وعبد الرحمن، أقرضت مسعودا ألف ريال، سواء كان الدين حال أو مؤجل لا فرق، ولكنه لم يسدد لأي سبب من الأسباب، قد يكون قادرا أو يكون غير قادر. فجاءني طرف ثالث عبد الرحمن وقال لي سأشتري هذا الدين، بحيث أنه يكون هو الذي يطلب مسعود، يكون هو الذي يطلب مسعود، سأشتري هذا الدين لكن ليس بنقد وإنما بدين آخر، بحيث أنني أكون أنا أطلب عبد الرحمن ولا أطلب مسعود، الذي يطلب مسعود من؟ عبد الرحمن. هذا يسمى بيع الدين بالدين، بعت ديني على عبد الرحمن على مسعود بدين آخر على عبد الرحمن، بعت هذا الدين عليك بدين وليس بثمن مقبض. طيب، وضحت؟ طيب، هذه نقول لها صورتان، ما زلنا في البداية، أن الدائن يصبح يطالب الطرف الثالث، والطرف الأول لا، يصبح هذا الرجل هو الذي يطلبه، تحمل دين الثالث، والمدين الأصلي اللي هو مسعود تقصد؟ المدين الأول، لا، المدين الأول يصبح مدينا للثالث، يعني نقل الدين بعدما كنت أنا الذي أطلب مسعود ألف ريال، أصبح الذي يطلب مسعود من؟ عبد الرحمن، هو الذي يطلب الألف. أنا كم أطلب عبد الرحمن؟ هذه التي نتكلم عنها بعد قليل، قد يكون بأقل وقد يكون بأكثر وهكذا. طيب، إذا عرفنا القسم الأول هو بيع الدين بالدين على غير من هو عليه، فنقول إن لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الدين الأول والدين الثاني مما يشترط فيهما التقابض، فإننا حينئذ نقول لا يصح هذا البيع. ومن الأشياء التي يشترط فيها التقابض ما هي؟ ما اتحد فيه الجنس بأن يكون الأول والثاني كلاهما نقد أو كلاهما بر من نوع واحد أو من أنواع شتى لكن الجنس واحد. إذا كان مالا ربويا يشترط فيه التقابض، أنا قد أقرضت مسعودا ريالات فاشترى هذا الدين عبد الرحمن بريالات وكانت مؤجلة، نقول لا يصح مطلقا، سواء كانت بأقل أو بأكثر ما يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط التقابض، فلا بد هنا أن يكون فيه تقابض، وقد حكي الإجماع على هذه المسألة. المسألة الثانية، إذا كان الدين مما لا يشترط فيه التقابض، مثاله أنا أقرضت مسعودا سيارة فاشتراها مني عبد الرحمن بألف ريال، شراء السيارة بألف يجوز عدم التقابض فيها، لأنها ليست أموال ربوية. أعيد المسألة كلها ولا الأخيرة؟ طيب، إذا كان بيع الدين بالدين على غير من هو عليه، نقول له حالتان، إما أن يكون هذان الدينان مما يشترط فيهما التقابض، كأن يكونان جميعا نقدا أو أن يكونان جميعا من المكيلات والموزونات عن مذهب، أو أن يكونان جميعا من المطعومات أو من الأثمان على الرواية الثانية، تكلمنا عن علة الربا في السابق. فحينئذ باتفاق أهل العلم ما يجوز هذا البيع. ما السبب؟ لأن من شرط البيع التقابض، والتقابض غير موجود، فحينئذ نقول لا يصح هذا البيع، ما يجوز، لا بد فيه من التقابض، فهو الصرف ما يصح الصرف ولا إلا بتقابض، ولا يوجد هنا تقابض، إذا ما يصح العقد. طيب، الحالة الثانية أننا نقول إذا كان مما لا يشترط فيه القبض في ذمة مسعود لي، نقول شاه، أقرضته شاتا
فجاء عبد الرحمن قال هذا القرض الذي في ذمتك لعبد الرحمن أو في ذمة مسعود لك، الذي في ذمة مسعود لك شات، سأشتريها أنا منك ب1000 ريال بعد شهر، هل يجوز ذلك أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز، لأنه داخل في عموم بيع الدين بالدين لا يجوز. المذهب قاعدة مضطردة ومريحة جدا، كل صور بيع الدين بالدين لا يجوز ويريح من رأسه، وهي 6 صور ذكرنا الآن صورتين. الرواية الثانية في المذهب أن هذا العقد يصح، لكنه يكون موقوفا على القدرة على قبض الدين، فإن عجز عبد الرحمن عن قبض دين مسعود فإنه حينئذ يرجع علي بأصل المال، فأرد له 1000 ويرجع وأرجع أنا على مسعود بالسيارة. ما السبب؟ لأننا نقول إن هذا يكون ملحقا بوضع الجوائح الذي سنذكره إن شاء الله في آخر الدرس، درس اليوم، لأن عجز أن يستلم المبيع فيكون في ضماني أنا أيها البائع الأول، فيكون كالعقد الموقوف. هذه الحالة الأولى من حالات بيع الدين بالدين. الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى لها صورتان، الحالة الثانية بيع الدين بالدين على من هو عليه. هذه سهلة جدا من حيث التصور، فإنها عقد بين 2 فقط، بيني أنا ومسعود، لنكن أنا وإياك تجار اليوم، بيني أنا ومسعود فقط، لا يوجد هناك طرف ثالث. نقول بيع الدين بالدين على من هو عليه له 4 صور، إما أن يكون من باب بيع الواجب بالواجب، وإما أن يكون من باب بيع الساقط بالساقط، وإما أن يكون من باب بيع الواجب بالساقط، وإما أن يكون من باب بيع الساقط بالواجب، فأصبحت 4 صور. نأخذها صورة صورة. الصورة الأولى، وأكرر الجملة للفهم، بيع دين بدين على من هو عليه. إذا كان واجبا بواجب، قبل أن نتكلم عن الصور، ما معنى الواجب؟ الواجب بمعنى أنهم لم يثبت الدين إلا وقت التعاقد، ثبت الدين في وقت التعاقد. وأما الساقط فإنه يكون الدين ثابتا في ذمة أحد المتعاقدين قبل العقد، فنسقطه في أثناء العقد. طيب، بيع الواجب بالواجب ما صورته؟ بمعنى أن الدين إنما ثبت في ذمتي وفي ذمته في وقت التعاقد فقط. صورة هذا، وقد انعقد الإجماع طبعا على تحريم بيع الواجب بالواجب وأنه عقد لا يصح، صورته أن يبيعني شيئا مؤجلا بثمن مؤجل. آتيك أنا وأقول اشتريت كتابك، بكم الكتاب؟ قال تقول الكتاب ب10 ريالات، فيقول خلاص سأعطيك 10 ريالات بعد شهر، ويكون البيع ثابتا بعد شهر، الآن ليس في ملكك، هو في ملكك بعد شهر، فهو من باب بيع المؤجل، باع موصوفا في الذمة. وقد انعقد إجماع أهل العلم على أن بيع الواجب بالواجب لا يصح، وهو الذي سنتكلم عنها إن شاء الله في الحديث القادم في باب بيع السلم، حينما نقول إن من شرط صحة السلم تعجيل الثمن، فإن بيع السلم إذا كان الثمن مؤجلا فإنه لا يصح باتفاق، حكاه كثير من أهل العلم أنه إجمع. أنهينا الصورة الأولى وهي بيع الواجب بالواجب. الصورة الثانية بيع الساقط بالساقط. هذه صورتها سهلة جدا، وهي التي يسميها المعاصرون بالمقاصة، بمعنى أن يكون في ذمة مسعود لي 1000 ريال، ويكون في ذمتي له لنقول سيارة أو أي شيء آخر، فهنا أبيعه ما في ذمتي بما في ذمته، هذا يسمى المقاصة. المذهب أنه لا يجوز هذا العقد، باطل، لأنه لا نهي عن بيع الدين بالدين، فكل ما يسمى بيع دين بدين فإنه لا يصح. والرواية الثانية أن هذا العقد يصح بشرط، إذا أنه فيما يشترط فيه التماثل لا بد أن يكون متماثلا، إلا أن يكون فيه من نوع إبراء فيما سبق الحديث عنها عندما ذكرنا باب الربا. قلنا إن الرواية الثانية يقولون إن الربويين إذا اتحدا جنسا ونوعا وجودة فإنه يجوز فيها الفضل، لأنه يكون من نوع التبرع، ذكرنا هذا قبل درسين فيما أظن أو درس. طيب، إذا بيع الساقط بالساقط المذهب أنه لا يصح، والرواية الثانية أنه يصح بشرط أن يكون مما لا يجري فيه ربا الفضل،
مما لا يجري فيه ربا الفضل، وهو المتماثلين المختلفين في الجودة. الصورة الثالثة معنا وهو بيع الساقط بالواجب، بيع الساقط بالواجب. مثال ذلك أن يأتي شخص لآخر فيقول: كم في ذمتك؟ أنا أقرضتك 1000 ريال، أقرضت مسعودا 1000 ريال. فيأتي فيقول: خلاص شفت هذه 1000 الآن حلت، سأعطيك بدلا منها سيارة. فهنا فيه ساقط، كان في ذمته 1000، هذا ساقط، بعتها بواجب، دين ثبت في هذه اللحظة. إذن بعنا الساقط بالواجب، فحينئذ نقول أيضا على المذهب سهل جدا، نقول إن هذا العقد لا يصح عندهم، وعلى الرواية الثانية يصح هذا العقد بشرط أن لا يكون مما يجري فيه ربا النسأ ولا ربا الفضل، ما عدا ذلك يجوز. أما الرواية الأولى فإنه لا يجوز مطلقا. النوع الرابع من أنواع بيع الدين بالدين على من هو عليه، بيع الواجب بالساقط. تفضل. لو كان بنفس الجنس ما يجوز، وفيه تفاضل، إذن هو ربا. عليك 5000، بعتها لي ب6000 الشهر القادم، عين الربا، عين الربا. لذلك أنا قلت نستثني صورة واحدة، وهي إذا كان مما لا يجري، أو نقول من شرطه، عفوا نقول شرطه إذا كان مما لا يجري فيه ربا الفضل ولا النسأ، مثل بيع السيارة بالنقد يجوز فيه لأنه لا يشترط فيه فضل ولا نسأ. الصورة الرابعة نقول بيع ساقط بواجب، أو بيع واجب بساقط، بيع واجب بساقط، بيع واجب بساقط. هذه صورتها سهلة جدا، وهذه الصورة حينما يكون شخص قد أقرض آخر، أقرضته مسعودا 1000 ريال، فحينما لا ليست أقرض، لنقول عقدت مع مسعود سلما، كنت قد أعطيته 1000 ريال وعقدتها عقد سلم أنه يرد لي بدل هذا المبلغ مبلغ معين، لنقول 1000 ريال، يعطيني مثلا عفوا 100 صاع حنطة، 100 صاع حنطة. أو كنت نأخذ الصورة الأولى أحسن، مثال الأول أسهل، خلنا نقول أنا أقرضت مسعودا 1000 ريال، أقرضت مسعود 1000 ريال، هذا بيع ماذا؟ هذا دين واجب. فحينئذ أقول هذا الذي في ذمتك أريد أن أجعله ثمنا معجلا لسلم. نحن نقول إن السلم يشترط فيه التقابض لثمن السلم، فيجب أن يكون حاضرا في مجلس العقد. هل يجوز أن تجعل ثمن السلم دينا في الذمة أم لا؟ هذه هي المسألة، وهي مسألة بيع الواجب بالساقط، بيع الواجب بالساقط. فالواجب هو الذي وجب في هذه اللحظة، بعت سلما بساقط به الدين الذي ثبت في الذمة سابقا. المذهب أيضا لا يصح هذا العقد، والرواية الثانية أنه يصح بشرط أن لا يكون مالا ربويا. إذا ملخص الكلام أوجزه في سطرين، نقول إن بيع الدين بالدين له حالتان. الحالة الأولى أن يكون بيع الدين بالدين على غير من هو عليه، وله صورتان. الصورة الأولى أن يكون بيع الدين بالدين على غير من هو عليه وكان العوضان أو الدينان مما يشترط فيه التقابض، فبإجماع أهل العلم أنه لا يصح. والصورة الثانية أن يكون مما لا يشترط فيه التقابض، والمذهب أنه لا يصح، والرواية الثانية أنه يجوز ذلك. النوع الثاني من باب بيع الدين بالدين أن نقول إنه بيع الدين بالدين على من هو عليه، وله 4 صور: بيع الواجب بالواجب، وبيع الساقط، بيع الساقط بالساقط، وبيع الواجب بالساقط، وبيع الساقط بالواجب. 4 صور. المذهب أن كل هذه 4 الصور لا تجوز ولا تصح، والرواية الثانية أنه لا يحرم من هذه الصور إلا الصورة الأولى وهو بيع الواجب بالواجب فقط، وأما الصور الثانية فإنها تجوز بشرط أن لا يكون المالان ربويين مما يجري فيه الربا وهو لزوم التقابض، فحينئذ نقول إنه لا يصح، وإلا فالأصل هو الجواز.
هذا ملخص الكلام في مسألة باب بيع الدين بالدين. وهذا مسألة بيع الدين بالدين هي من المسائل الدقيقة جدا في باب الربا، ولذلك يعني حاولت أن أؤجلها لهذا الدرس لنبتدئ بها، لأن تصور المسألة في أول الدرس أقوى من تصورها في آخر الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. العرايا جمع عرية وليس جمع عارية، والمراد بالعرية على وزن فعيلة هي النخلة، وهي التي تعرى للغير، فهي يعني عرية أو فعيلة بمعنى مفعولة، لأنها يعني هي التي ليست فاعلة وإنما هي مفعولة، فهي تعرى لغيرها فتبذل لغيرها لينتفع بها. قال: وبيع الأصول والثمار، أي وحكم بيع الأصول والثمار. ذكر أولا في العرايا حديثين: حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أبي هريرة عفوا، حديثان: حديث زيد وحديث أبي هريرة. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال: ولمسلم: رخص في العرية، وهو المفرد، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما حكاه عنه زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، قوله رخص، هذا الترخيص بمعنى أنه على خلاف الأصل، فدلنا ذلك على أن العرايا في الأصل جرت على خلاف القياس. وما معنى العرايا؟ العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا عند الحاجة، أي أن الشخص يكون عنده نخل، يملك النخلة ويملك شجرة، فيبيع هذا التمر الرطب بالخرص بالتمر. فهنا فيه إشكال من جهتين: الجهة الأولى أن التماثل بينهما مفقود، لأن الرطب وزنه يختلف عن وزن التمر كما نعلم، واضح التماثل اللي هو عدم التماثل، فإن هذا كيله يختلف عن كيل الثاني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجف إذا يبست، فدل على أنه لا يمكن بينهما التماثل. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الرطب الذي يكون على النخل فإننا لم نكله، ما أخذناه كيلا، وإنما أخذناه خرصا توقعا، فلذلك فهنا فيه مخالفة للقياس من جهتين. ووجه المخالفة أن الأصل في بيع الثمار بمثلها أنه يجب فيهما التماثل، فإذا لم يوجد التماثل حينئذ نقول إنه من باب الربا فلا يجوز ذلك. إذن فظاهر بيع العرايا أنه من ربا الفضل، لأن القاعدة عندنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ووجه أنه من باب ربا الفضل أن هذا الرطب الذي على الشجر ليس مساويا للتمر قطعا، ليس مساوي، أولا لأنه هذا رطب والآخر يابس، فإنه إذا جف فإنه سينقص. الأمر الثاني أن التقدير إنما هو بالخرص وليس كيلا حقيقيا، فنحن لسنا جازمين بالتماثل، وذلك فإن العلم أو عدم الجزم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن عرفنا وجه أن الأصل أنه محرم، لكنه استثني عقد العرايا، ووجه الاستثناء فيه للحاجة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم رخص، أو قال زيد رخص في العرايا، فهو على خلاف الأصل والقياس. وبناء على ذلك أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، فإن فقهاء المذهب لما علموا أن العرايا جرت على خلاف القياس قالوا يجب أن نضيقها تضييقا شديدا، فلا نجريها إلا فيما ورد فيه النص،
ولا نزيد على ذلك، فقط فيما ورد به النص. طبعا أنتم تعلمون أن القول بالعراية، إباحة العراية، من هو مذهب الحنابلة من فريدهم إعمالا للنص. وأما الجمهور فإنهم لم يعملوا بهذا الحديث، وإنما قالوا إما إنه منسوخ أو وجهوا توجيهات مختلفة، ولكن المذهب هم الذين أعملوا هذا الحديث فقط. طيب، ما وجه تضييقهم للعمل العراية؟ قالوا إنه يشترط للعراية شروط شديدة جدا. أول شرط أنه لا بد أن توجد الحاجة. قالوا فإن لم تكن هناك حاجة فإنه لا يجوز بيع العراية ابتداء، لا يجوز، لأن القاعدة عندنا أن ما رخص فيه إنما هو لأجل الحاجة، فإذا انتفت الحاجة فإنه يرجع لحكمه الأصلي وهو التحريم. وبناء على ذلك فإنه إذا لم توجد الحاجة فإنه حينئذ لا يصح عقد بيع العراية. وعرفنا وجهه وهو قوله رخص النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص في بيع العراية. ومما يدل على ذلك ما جاء من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال لزيد بن ثابت، يعني بعض طرق هذا الحديث، قال ما عراياكم هذه؟ فقال إنه قد سمي للنبي صلى الله عليه وسلم رجال من الأنصارين محتاجين، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا لما شكوا له حالهم. فدل ذلك على أنه إنما هو خاص بالمحتاجين فقط. وحديث محمود بن لبيد هذا طبعا أورده بعض أهل العلم ونسبوه للصحيح، وليس موجودا في الصحيحين جميعا لا في البخاري ولا في مسلم، بل قال ابن عبد الهادي في التنقيح إنه لم يجد مخرجا لحديث محمود بن لبيد. لكن يدل على معنى الحاجة ما دللنا عليه قبل قليل، وهو قوله أنه رخص، والترخيص خلاف القياس، فما كان على خلاف القياس فإنما يكون للحاجة دون ما عداها. طبعا ابن اللحام أراد أن يستدل أيضا على قضية اشتراط الحاجة بجملة من هذا الحديث، وهي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال إن كلمة العرايا هذه تنصرف للمعهود، وهو العرايا للمحتاج، فينزل هذا الحديث لسببه، فينظر لصفة سببه ولا ينظر لعموم لفظه، فأل هنا تكون للمعهود ولا تكون لمطلق العقد. إذن فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا المعهودة للمحتاجين، فتكون لأجل صفته وهو الحاجة. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط العراية، أنه لا بد من الحاجة. وما المراد بالحاجة؟ مشهور المذهب أن العراية لا بد أن تكون لحاجة المشتري، وأما البائع فلا عبرة بحاجته. المشتري هو الذي عنده التمر اليابس، فصاحب المشتري هو الذي إذا كان محتاجا للرطب جاز له حينئذ أن يعقد عقد العراية. وأما البائع وهو الذي يملك الرطب أو يملك الرطب والشجر والنخل فإنهم يقولون لا عبرة بحاجته. هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب أن الحاجة لكليهما معا، وهو البائع أو المشتري، لأن الشارع لم يقيدها بأحدهما. وأما حديث محمود بن لبيد فإنهم اشتكوا، الذين اشتكوا حاجتهم للرطب لا يلزم منه ذلك، فقد يكون حاجة أيضا للمشترين كذلك. طيب، إذن عرفنا الشرط الأول من شروط عقد العراية وهو وجود الحاجة، عرفنا دليله، وعرفنا ما المراد بالحاجة، وأن على المذهب إنما هي للمشتري فقط، وعلى الرواية الثانية إما حاجة المشتري أو حاجة البائع. الشرط الثاني أنهم يقولون لا بد أن لا يكون عند المشتري نقد، فإنه لو كان عنده نقد فإنه لا يجوز له أن ينتقل من البيع المباح إلى البيع المرخص به. هذا المشتري الذي عنده تمر وهو الكنيز أو الرطب اليابس، إذا كان عنده نقد فلوس أموال فإنه يجب عليه أن يشتري الرطب إن احتاج إليها بالنقد، ولا يجوز له أن يشتريها بتمر لعدم المماثلة بينهما. طبعا قال بعض المشايخ المتأخرين إن قول الفقهاء إنه يشترط أن لا يكون عنده نقد، قال يجب أن نزيد عليها أو عنده شيء يشتري به هذا التمر مما لا يلزم فيه التقابض أو التماثل، مما لا يلزم فيه التماثل من أي نوع آخر، كأن يكون من أعيان ونحوها
والحقيقة أن هذا القيد الذي ذكره هذا الشيخ وهم من مشايخنا المتأخرين توفي عليه رحمة الله يعني فيه صعوبة شوي، لأن الشخص قد تكون له سلع أخرى لكن لا يريد بيعها، له غرض في بقائها لكن ليس عنده نقد، ولذلك تقييد الفقهاء فقط بالنقد فقط له حظ قوي من النظر أن لا يكون عنده نقد فقط، لكن لو كان عنده سلع أخرى كغنم وغيرها نقول لا يلزم لك أن تعاوض بالغنم نقدا أو أن تعاوض بالغنم نفسها الرطب، فقد كثير من الناس ليست له حاجة بالمعاوضة بالغنم. طيب، إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أنهم يقولون لا بد من وجود الخرص، لا بد من وجود الخرص. وما معنى الخرص؟ هو التقريب، وذلك بأن يخرص الرطب. كم يقدر مقدار الرطب؟ فيجب أن يكون هناك خرص مساو للتمر. صورة ذلك شخص باع صاعا من تمر بصاع من رطب، فيأتي فيقول أريد من هذا الرطب ما يعادل صاعا، ليس حال كونه رطبا وإنما حال كونه تمرا، فتقدم هذا الرطب إذا جف كم يصغر؟ يصغر مقدار الثلث تقريبا، فحينئذ تقدر من الرطب ما يكفي صاع، إذن فيكون الخرص حال كونها تمرا لا حال كونها رطبا. ويدل على ذلك رواية مسلم وهي قوله رخص في العارية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. إذن الشرط الثالث معنا أنه لا بد أن يكون هناك خرص، والمراد بالخرص أي خرص الرطب وتقدير كميته، ويكون الخرص باعتبار مآله تمرا أي جافا يابسا، باعتبار ما يؤول إليه إذا جف، ليس باعتبار حاله الآن وإنما باعتبار ما يؤول إليه. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع، وهذا يحتاج إلى بعض الدقة في هذه المسألة، أنه لا بد أن يكون في 5 أوسق أو أقل، لأنه قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، فالحديث متردد بين صورتين. إذن نقول عندنا لا شك أن ما زاد عن 5 أوسق فباتفاق أهل العلم أنه لا يجوز بيع العرية في أكثر من 5 أوسق، لا يجوز، وإنما الخلاف في 5 الأوسق فقط، هل هي جائزة أم لا؟ أما ما دون فالنص واضح في جوازها. والمذهب فيه روايتان، الرواية الأولى وهو مشهور المذهب أنه لا يجوز إلا في أقل من 5 أوسق ولا يجوز في 5، ودليلهم في ذلك قالوا أن ما رخص فيه إذا تردد في تقديره فإننا نأخذ بأقل ما ورد، أقل ما جاء نأخذ به. ونحن جاء عندنا روايتان، رواية رخص في 5 أوسق ورواية رخص في أقل من 5 أوسق، وقد تردد فيهما الراوي وهو داود بن حصين، شك هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في 5 أوسق أو قال في ما دون، فنأخذ بأقل ما ورد وهو في ما دون 5 أوسق. وكيف يكون أقل؟ أقل بشيء يسير، بحبات قليلة. قالوا ولأنه مقطوع بورود النص به، وأما الثاني فهو مشكوك فيه، فنأخذ بالمقطوع ونترك المشكوك فيه. هذا هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ بن سعدي أن العراية تجوز إلى 5 أوسق، قال لأنه متردد فنأخذ والرخصة فنأخذ بأكثر ما ورد ولا نأخذ بأقل ما ورد. طيب، ما هو سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف في هذه المسألة أمر ذكره الأبياري وهم فقهاء المالكية وعلماء المالكية في شرحه للبرهان للجويني وهم كتب أصول الفقه، فقد ذكر أن سبب التردد هل الخرص في الموضع الذي سمح فيه وأذن فيه هل هو أصل أم هو رخصة؟ هذا هو سبب الخلاف، وينبني على هذه القاعدة مسائل، منها هذه المسألة، الخرص في الموضع الذي سمح فيه، ليس مطلقا، في الموضع الذي سمح فيه هل يكون أصلا؟ إن قلنا إنه أصل فإنه يجوز 5 أوسق فما دون لأنه الأصل، وإن قلنا إنه رخصة فنقول إنما يجوز ما دون 5 أوسق، وهذا ترجع له فيما نص عليه الأبياري في كتابه الذي طبع
من نحو سنة واحدة لشرح البرهان المسمى بالتحقيق والبيان في شرح البرهان، وهذا شرح يعني نفيس جدا من شروحات البرهان لإمام الحرمين الجويني، وهم كتب أصول الفقه المشهورة. إذن هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس عندنا أننا نقول لا بد، وهذا مهم هذا الشرط، أننا نقول لا بد أن يكون التمر على رؤوس النخل، فلا يجوز بيع رطب مخروف بتمر خرصا. بعض الناس يكون عنده رطب مخروف يعني خلف ووضعه في الأرض أو جعله في غير موسمه، كأن يجعله في الثلاجة أو المبرد وغير ذلك، فيريد أن يبيعه بتمر كنيس مكنوز يعني تمر يابس، فالفقهاء ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز، بل لا بد أن يكون التمر على رؤوس النخل. قالوا والسبب في ذلك أن التمر إذا كان على رؤوس النخل فإن الخرص فيه يعني أقرب من الخرص على ما على الأرض، فإن ما على الأرض ممكن أن يكال، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال بخرصها، والخرص إنما يكون لما لا يمكن كيله وهو ما كان على رؤوس الشجر. هذا من حيث التمسك بالنص. وأما من حيث المعنى فإنهم قالوا إن التمر إذا تم خرافه من على الشجر فإن الحاجة تكون فيه أقل، لأنه سيكون ممكن بيعه بسهولة، فيكون فيه سهولة أكثر، يعني الحاجة تكون فيه أخف، فلذلك إنما قيدوه بيجب أن يكون التمر على رؤوس النخل. الشرط الأخير وهذا شرط أيضا مهم جدا، أننا نقول يجب بعد تمام عقد العراية أن يتم الجذاذ الآن، بأن يأخذها من وقته، يجب أن يأخذها الآن، لأنه لو ترك التمر على رؤوس النخل فإنه لا يحدث التقابض، فيحدث ربا نسى، فيكون اجتمع عندنا فضل ونسى، فيكون من ربا الجاهلية، ولكن نقول لا بد من التقابض حينئذ. إذن عندنا ستة شروط جعلها فقهاؤنا رحمة الله عليهم على نزاع في بعض صورها فيما يتعلق في بيع العراية، معرفة هذه الشروط مهمة. نأخذ كلام الحديث بسرعة. قال رخص في العراية، عرفنا من مراد بالعراية وهي جمع عرية، أن تباع بخرصها. ما معنى خرصها؟ أي بتقدير مقدارها إذا جفت، ليس حال كونها رطبا، بخرصها كيلا. قوله كيلا يدل على أنه لا يجوز بيع الثمر بالثمر إلا بالكيل، لأنه قال كيلا وهو مشهور مذهب، وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن الرواية الثانية في المذهب أن الناس إذا اعتادوا على بيع المكيلات وزنا جاز بيعها وزنا بأن تقدرها بالكيلوات، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي إذا كنتم لم تنسوا. قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها. قوله يأخذها أهل البيت هذه منها فائدة، استدل بقوله أهل البيت على اشتراط الحاجة، لأن قوله يأخذها أهل البيت ليس للمعنى التجارة، وإنما يأخذها لأكلهم، فدل على حاجتهم للرطب. قال بخرصها، طبعا وقوله أهل البيت يدل على أن الحاجة إنما هي للمشتري أيضا، لأنهم قال يأخذونها بخرصها، فجعلهم هم الذين يكون حاجتهم للرطب وليس العبرة بحاجة البائع. قال بخرصها تمرا، هذا هو محل الشاهد، وهو قوله تمرا مما يدل على أن الخرص للرطب إنما يكون بحسب ما تؤول إليه تمرا. قال يأكلونه رطبا، قوله أيضا يأكلونه رطبا تؤيد ما استدل به فقهاء المذهب على أن العبرة بالحاجة إنما هي حاجة المشتري، لأنه هو الذي يحتاج الرطب، أما البائع فإن حاجته للتمر قليلة جدا، لأن الرطب عنده الآن يستطيع أن يأكل منه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. عرفنا قبل قليل أن هذا الشك إنما هو من داود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب التردد، وإنما هو شك من الراوي، فدلنا على أن الصواب أحد هذين الأمرين. فهل نأخذ بأقل ما ورد أم بأكثر ما ورد؟ نحن نعلم أنه عند اختلاف ورود الحديث في المقدرات فإننا أحيانا نأخذ بأقل ما ورد وأحيانا نأخذ بأكثر ما ورد. نأخذ بأقل ما ورد إذا كان على خلاف الأصل، ونأخذ بأكثر ما ورد إذا كان من باب الأصل، فنأخذ بأكثر ما ورد في ذلك أن أصل الحكم ثابت، فنأخذ بأكثر ما ورد فيه،
ولذلك أصبح الخلاف قبل قليل بأي الروايتين نقدم، وعرفنا مأخذ الخلاف في المسألة بناء على أن الخرص في الوقت الذي سمح فيه أو في المكان الذي سمح فيه هل هو أصل أم أنه رخصة على خلاف الأصل. فإن قلنا إنه أصل نأخذ بأكثر ما ورد، وإن قلنا إنه على خلاف الأصل فإننا نأخذ بأقل ما ورد. بقي عندي مسألة أخيرة أختم بها هذا الحديث، مسألة مهمة جدا فيها خلاف في المذهب على روايتين، وهو هل يقاس على التمر غيره أم لا، وتستطيع أن تجعل هذا شرطا سابعا من شرط العراية، فتقول هل يشترط أن يكون العراية خاصة بالتمر أم يجوز في غيرها كالعنب والتين، فإن العنب يكون رطبا ويكون جافا، فإذا كان جافا سمي زبيبا، والتين يكون رطبا كما تعلمون ويكون جافا يجفف ويؤكل، فهل يجوز بيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب، وهل يجوز بيع التين بالتين المجفف أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز، فإن هذا الحكم رخصة، والرخصة إنما هو خاص بالتمر فقط، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بخرصها تمرا، فدل على أنه لا يجوز غير التمر. والرواية الثانية وانتصر لها الشيخ تقي الدين وتلامذته أن هذا عام في كل ما كان من جنس التمر كالعنب والتين فيما يكون منه رطب ومجفف، فيجوز بالشروط السابقة التي ذكرناها قبل قليل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. نعم، بدأ المصنف الآن في مسألة بيع الأصول والثمار. عند الفقهاء شيء يسمونه بيع الأصول والثمار، المقصود بالأصول الشجر أو الأرض إذا كانت زرعا ونحو ذلك، أو أحيانا يطلقونها على الثابت كالعقار، والفروع يلحقونها بالثمار، الأثاث الذي يكون في البيوت. لما تكلموا عن بيع الأصول والثمار لا شك أن بيع الأصل وحده يجوز، وسيأتي إنه إذا بيع الأصل هل يدخل فيه تبعه في آخر حديث في الباب. لكن كلام الآن الذي نتكلم عنه في هذا الحديث الذي بعد فيما لو بيعت الثمرة وحدها، إذا نقول بيع الثمرة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تباع الثمرة مع أصلها، فحينئذ يجوز بيع الثمرة في أي وقت من الأوقات. الحالة الثانية أن تباع الثمرة وحدها دون أصلها، أن تباع الثمرة وحدها دون أصلها. فنقول إن بيع الثمرة وحدها دون أصلها إما أن يكون قبل الصلاح، وإما أن يكون بعد بدو الصلاح. فإن كان بعد بدو الصلاح فإنه يجوز، ويجوز إبقاؤها لحين الحصاد أو لحين الخراف أو لحين الجذاذ، سمه ما شئت، إذا كان بعد بدو الصلاح. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أي بيع الثمار مفردة دون أصلها، أما بيعها مع أصلها فإنه يجوز لأن التابع تابع. الحالة الثانية أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فنقول إن هذا الحديث نص على أنه لا يجوز بيع الثمرة مفردة قبل بدو صلاحها، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاث صور ذكرنا صورة منها وهي السهلة، وهو أن تباع مع أصلها، والصورة الثانية أن تباع الثمرة لمالك أصلها. أحيانا قد تكون الثمرة لشخص والشجرة لآخر، فيجوز حينئذ بيعها لمالك أصلها. الحالة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت بشرط الجزاز، أن تجز الآن بشرط الجز، فحينئذ نقول يجوز ولو لم يبدو صلاحها، لأن العلة في النهي ليست موجودة هنا. بعض الناس يريد أن يشتري تمر، قد يكون بعض أنواع التمر رخيصة جدا كما نعلم، فبعض الناس يقول أشتريها منك ويجزها الآن ويجعلها للبهائم، يوجد هذا الشيء؟ نقول يجوز هذا الشيء، يجوز، لأنه جزها لمصلحة. إذن المقصود بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، أي بيع الثمار مفردة دون أصلها ولغير مالك أصلها، وبيعها مع عدم شرط جذاذها. هذه ثلاث صور هي المستثنات من الحديث للقواعد العامة في الشريعة.
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لما نهى الشارع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الانتظار؟ نقول إن العلة في ذلك أن هذا يؤدي لو صحح البيع إلى وجود الخصومة والمنازعة بين المسلمين. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من بعض الناس خصاما وخصومة في الكلام، فحينما سمع منهم ذلك قال هذه الكلمة لما عرف السبب أنه باع له ثمرة قبل بدو صلاحها، فجاءت عاهة أو جاءها أمر فأتلفها أو أنها تأخر صلاحها. نعرف الآن التمر الحين وهو أخضر قد يأتي مثلا بعض العاهات مثل الغبيرة وغيرها، والغبيرة منتشرة عندنا الآن، فيؤدي إلى عدم نتاجه فيصبح صغيرا جدا وتصبح ثمرته يعني متأثرة. فحينئذ نقول وجود العاهة الكبيرة جدا المؤثرة الاحتمال الكبير هو الذي دعا له الشارع أو منع الشارع لأجله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. إذن فقوله حتى تذهب عاهتها تدلنا على الغرض من النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه قد تعرض لها العاهة. طيب عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية حتى تذهب عاهتها، أن المقصود بالعاهة إنما هي العاهة ذات الاحتمال الكبير جدا، فإن الثمرة قبل بدو صلاحها احتمال ورود العاهة عليها كبير جدا، أما بعد بدو الصلاح فإن ورود العاهة عليها موجود لكنه نادر وقليل، والشارع إنما ينيط الأحكام بالغالب والاحتمال الكبير ولا ينيطها بالأحكام النادرة. إذ لو قلنا إنه لابد أن يسلم من جميع العاهات لما صححنا بيع ثمرة مطلقة، لأن احتمال العاهة تأتي بأي وقت، فالعاهة النادرة لا عبرة بها، وإنما العبرة بالآفة التي تتكرر وجودها مثل الغبير وغيرها من هذه الثمار المعروفة. هذه مسألة. المسألة الثانية عندنا وهي مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع. طبعا هنا عندنا قول ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه الجمهور ومحقق أهل العلم أن قول ابن عمر نهى هو في حكم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هو الذي أمر نهيا وليس فهما من ابن عمر. ومعنى ذلك أن قول ابن عمر أمر البائع أو نهى البائع والمبتاع أن هذا النهي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من فهم ابن عمر رضي الله عنهما. قوله نهى البائع والمبتاع، هذه الجملة نستفيد منها مسألة مهمة جدا، أن الحكم إذا ثبت بالتحريم لعقد معين فإنه يشمل العاقدين معا ولو كان الضرر على أحدهما فقط. وبناء على ذلك فنقول لو أن من عليه الضرر والغرر رضي بهذا الضرر والغرر نقول إن العقد منهي عنه أيضا ولا يصح، لأن النهي يشمل البائع والمبتاع. لو جاء المشتري قال أنا راضي حتى لو وجد جاءتها عاهة أنا راضي ومتنازل عن حقي أنا أقبل الغرر في هذه المسألة، نقول العقد غير صحيح. لماذا؟ وانتبه لهذه القاعدة، لأننا نقول إن الرضا تبع للعلم، وعدم معرفة هذه القاعدة هي التي جعلت بعضا من المعاصرين يجوز كثيرا من عقود الغرر بحجة الرضا. يجب أن نعلم هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة، أن الرضا تبع للعلم، فأنت عندما اشتريت الثمرة قبل بدو صلاحها لم تعلم أنها فيها عاهة فهي محتملة، إذن فحقيقة رضاك ناقص، فحينئذ نقول إن العقد غير صحيح. لكن لو رأيت العاهة موجودة ولكن الثمر قد بدأ صلاحه وثمره صغير فهنا رضاك تام، وذلك سوف تماكس في السعر. إذن فانتبه لهذه القاعدة كثيرا، وهي قضية أن الرضا تبع للعلم، يعني يجب أن تكون عالما ثم بعد ذلك تكون راضيا، وأما الرضا قبل وجود العلم فإنه غرر ويجعل العقد غير صحيح. وهذه المسألة هي التي جعلت كثيرا كما قلت لكم من المعاصرين يجيز كثيرا من عقود الغرر بحجة أنهم يعني متراضون بذلك، بل إن بعض من المعاصرين وهذا خطير جدا أباح الربا بحجة الرضا به، وهذا خطير جدا.
فإن الربا حتى لو رضي به قبل العلم وبعده باطل، لكن الغرر إنما الرضا مؤثر بعد وجوده والعلم به، وأما قبل فإنه مبطل للعقد، الرضا غير مؤثر في صحته. طيب نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ البخاري. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى أو تزهي، وبعض الناس يقول حتى تزهو، وقد صحح كثير من أهل العلم أنها بالمد وليست بالواو، ولذلك قال الأصمعي: أن النخل يقال إنما هي تزهي أو تزهى، ولا يقال تزهو. وقد ذكر الخطابي أنه قد وردت في الصحيح بالواو والياء معا، ولكن الأصوب فيها أن تكون بالياء ولا تكون بالواو. طيب، إذن هذا الجملة الأولى. قال: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفر. هذا الحديث قال المصنف متفق عليه، واللفظ البخاري. طبعا المصنف لم يورد لفظ مسلم لأنه قد تكلم في اللفظ الذي رواه مسلم، فقد جاء في مسلم زيادة: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أخيه. هذا من باب التعليل، ويغني عنها الرواية السابقة التي وردت في الصحيحين. هذه الزيادة في مسلم لم يردها المصنف، لأن بعض أهل العلم كأبي مسعود الدمشقي وغيره نقلوا أن الأئمة كالإمام مالك رحمه الله تعالى والداروردي وغيره جعلوا هذه الزيادة إنما هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذه الزيادة غلط ولا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تفسيرية ومدرجة. وقد تبع أو قد تبع المصنف أبا مسعود الدمشقي في هذا الأمر، ولذلك لم يثبت هذه الرواية وإن كان في مسلم وفيها زيادة علم. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن فيه دليل على جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا يدلنا على أنه يجوز بيعها بعد بدو الصلاح مبقاة إلى حين الجذاذ، لأنه قال: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، يعني حتى يظهر صلاحها، حتى وإن استمر فيها أو بقيت، فحينئذ يجوز، وهذا قول عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة. المسألة الثانية معنا في قوله: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. هذا الحديث فيه أو هذه الجملة فيها بيان كيفية الصلاح، قال: حتى تحمار أو تصفار. هذا على وزن، طبعا تصفار إنما هو خاص بالرطب لأنه هو الذي يصفر، هذا على وزن تحمار يعني تفعال. وقد قيل إن هذا الوزن يحتمل احتمالين: إما أن تكون من صيغة المبالغة، أي تكون الحمرة ظاهرة كاملة فيها، وإما أن تكون على صيغة تستخدم أحيانا أيضا على سبيل المقاربة، أي إذا قاربت الكمال، وكلا الاستخدامين مستخدم أو مقبول على هذا الوزن كما ذكره علماء البلاغة. وبناء على ذلك فإنهم قالوا: إذا قاربت الحمرة، أي قاربت كمال الحمرة، فإنه حينئذ حكمنا بأنه قد صلحت الشجرة أو صلحت الثمرة. طيب، عندنا هنا مسألة بس بسرعة في هذه الجزئية قبل أن ننتقل للحديث الآخر. الاحمرار والاصفرار، نقول إذا كان الشخص سيشتري ثمرة بعينها فإنه لا بد أن تكون محمرة أو مصفرة، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا أراد أن يشتري شجرة، ثمر شجرة معينة، سأشتري منك شجرة ثمر هذه الشجرة، فإن بدو الصلاح في أحد أو في بعض هذه الشجرة يكفي عن الباقي في الشجرة الواحدة. طيب، وأما إذا أراد أن يشتري من البستان فإن بدو الصلاح في بعض شجره يكفي في البستان كله. وبناء على ذلك لو أراد أن يشتري ثمر شجرة معينة لكن لم يبدو صلاحها وإنما بدا الصلاح في الشجرة التي بجانبها، نقول لا يجوز ذلك. إذن عرفنا أن بدو الصلاح له ثلاث حالات: إما أن يكون لشراء ثمرة معينة فحينئذ لا بد أن تكون هذه الثمرة بدا صلاحها، وإما أن يكون لشجرة فإن بدو صلاح في بعض الشجرة مجزئ في الباقي لأنه يدل على قلنا بدء الكمال وهو الرواية الثانية،
وإما أن يكون للبستان كله، فحينئذ فبدو الصلاح في بعض الشجر مجزئ أو علامة على الباقي، فحينئذ يجوز شراء الثمر في الشجر في شجر البستان كله. يخرج من ذلك لو كان بعض البستان قد بدأ الصلاح فيه وبعضه لم يبدو، وأراد أن يشتري الثمرة التي لم يبدو الصلاح فيها، فنقول إنه لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. قوله حتى يسود فيما لو كان العنب من العنب الأسود، لأن العنب قد يكون أسود وقد يكون أخضر وقد يكون أبيض وقد يكون أحمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حكاه في العنب الأسود. وبناء على ذلك فإن العلماء قالوا: ما لم يكن لونه أسود فإنه حينما يتموه حلوى، يتموه أن يكون فيه ماء فيكون فيه ليونة، وحلوى يكون طعمه حلو، فإذا كان العنب أصبح طعمه حلوا حينئذ حكمنا بأنه قد بدا صلاحه. قال: وعن بيع الحب من السنبل وغيره حتى يشتد، بمعنى أنه أن يشتد في سوقه، ولذلك قال ابن قدامة: إن اشتداد الحب علامة صلاحه. غير هذين الأمرين وهو العنب والحب والرطب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تحمار أو تصفار من الثمار الأخرى من الفواكه وغيرها، فإنهم يقولون إن بدو صلاحها حينما يعني يبدو فيها النضج، يبدو فيها النضج ويطيب أكلها، فإذا بدا فيها النضج، وهذا يختلف من ثمرة لأخرى، وطاب أكلها للآكلين، فحينئذ نقول إنه قد بدا صلاحها. في غير هذه الأمور الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرطب والعنب والحب. يقول المصنف: رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن حبان والحاكم. وممن حكم بأن هذا الحديث رجاله ثقات القاضي جمال الدين المرداوي في كتابه كفاية المستقنع، وتبعه على ذلك البرهان بن مفلح في المبدع، وتبع البرهان منصور البهوتي في كشاف القناع. وأنا أقول لكم دائما أن أغلب ما يذكره البهوتي في كشاف القناع من الحكم على الأحاديث هو تابع للبرهان بن مفلح في المبدع، والبرهان كثير من الأحكام التي ينقلها إما عن جده محمد بن مفلح أو عن جده الآخر، جده لأمه، وهو المجد بن جمال الدين المرداوي، لأن محمد بن مفلح صاحب الفروع تزوج بنت القاضي جمال الدين المرداوي صاحب كفاية المستقنع. فالمرداوي جمال الدين المرداوي محمد بن مفلح كلاهما أجداد للبرهان بن مفلح صاحب المبدع، لذلك فحكمه على الأحاديث يأخذها من جديه غالبا، محمد جده لأبيه محمد وجده لأمه جمال الدين المرداوي. فقط هذه فائدة يعني استقرائية من كلام العلماء في الحكم على الحديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم، هذه مسألة أو هذا الحديث يدل على أصل من الأصول العظيمة جدا، وهو مسألة وضع الجوائح. وهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم. وقبل أن نتكلم عن هذا الحديث نتصور ما هي صورته. صورة هذا الأمر فيما لو أن شخصا باع لآخر ثمرا وكان البيع صحيحا لأنه بعد بدو الصلاح، والمشتري لم يجزها مباشرة، وقبل جزه لها جاءت جائحة، والمراد بالجائحة هو ما لا ضمان لآدمي فيه، فقد يكون من السماء كمطر وبرد وغبار ونحو ذلك، وقد يكون من بهيمة لا مالك لها مثل تأتي البهائم التي لا مالك لها فتفسد فيها، وقد تكون من آدمي غير ضامن كالجند والجيوش إذا دخلوا بلدا والبغاة وغيرهم إذا أتلفوا شيء. هذه الحالات الثلاث يكون فيها غير ضامن فتسمى جوائح. نكمل بعد الأذان. نعم، عرفنا قبل قليل ما معنى الجوائح، وهي كل ما يفسد المبيع إذا لم يكن مضمونا،
وبناء على ذلك فلو كان مضمونا فإنه لا يسمى جائحة، وإنما يكون في ضمان الذي أفسده. فلو أن هذا الثمر أفسده رجل أجنبي دخل وأفسد هذا الثمر، فنقول إنه لا يسمى من وضع الجوائح، بل يجب على الذي أفسده وهو هذا الأجنبي قيمة هذا الثمر للمشتري، أو أفسدته بهيمة لشخص وكان مفرطا فيها، فحينئذ نقول إنه يجب ضمانه على صاحب البهيمة، كأن تكون أفسدتها في الليل. أو أحيانا أيضا نقول لو كان الذي أفسد الثمر إنما هو البائع، لو أن البائع تعمد أو أخطأ فأفسد شيئا من الثمر، فحينئذ نقول ضمانها على البائع ولا يكون من وضع الجوائح. أو كان الذي أفسد الثمر إنما هو المشتري، أحيانا قد يكون المشتري، كأن يكون المشتري يريد أن يحرث أو يحصد أو يخرف الثمر، ولكنه لا يحسن الخرف ويحسن الحصاد فأفسد الثمرة، وهذا كثير جدا، تعرف الذي لا يحسن الخراف يفسد الثمرة، نقول إن ضمانها تكون على المشتري. ففي كل هذه الحالات هناك شخص ضامن من فعله فيكون الضمان عليه. أو أيضا صورة خامسة جدا نقول لو أن المشتري تأخر في الجذاذ، تأخر خارج عن العادة، فجاءت آفة سماوية، نقول أيضا تكون في ضمانه لأنه بمثابة المفرط في التأخر. لكن لو لم يتأخر والعقد صحيح فنقول حينئذ تكون في ضمان البائع. وهذه المسألة أشكلت على كثير من أهل العلم. شو معنى ضمان البائع؟ يعني أن البائع يجب عليه أن يرد الثمن كاملا للمشتري. شخص اشترى من آخر تمر بعد بدو الصلاح وقبل أن يقوم بحصادها ولم يتأخر ولم يفرط، جاء برد أو ريح شديدة أو جاء بغاة ونحو ذلك أو بهائم غير مضمونة فأفسدوا هذا الثمر، نقول إنه يكون في ضمان البائع، فيلزم البائع أن يرد له الثمن. وهذا عمل به فقهاؤنا رحمة الله عليهم للنص. وأما أكثر أهل العلم فإنهم لم يعملوا بهذا الحديث، وقالوا إن هذا الحديث إنما هو من باب المكارمة، من باب الندب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باب الندب افعل ذلك. لكن هذا مشكل على الرواية الثانية التي أوردها المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يدل على الإلزام، وإذاك نحن نقول إن هذا الأمر لازم فيجب الصيرورة له، وإن كان الأوائل يقولون إنه على خلاف القياس فنؤوله بهذه الصورة. طيب، إذا عرفنا الآن ما معنى وضع الجوائح، وأن الأمر فيه على الإلزام، وأن البائع يجب عليه أن يرد الثمن كاملا لأن الضمان يكون في حقه، حينئذ نقول هل يقاس على الثمر غيره أم لا؟ بمعنى لو أن هناك عقدا آخر ثم جاءت جائحة فمنعت المشتري من تحصيل المبيع قبل قبضه، شخص اشترى من آخر سيارة وهي معينة ومحددة، ولكنه قال سأستلمها منك غدا بعد إتمامك أنت إجراءات مثلا نقل الملكية، وقبل استلامه لهذه السيارة إذا ببرد ينزل من السماء في المعرض فيفسد السيارة قبل قبضها واستلامها، فحينئذ نقول إنها تكون في ضمان البائع. وهل يكون هل فإننا نسأل أو في نسأل قبل أن نذكر الحكم، فنسأل هل نقول بوضع الجوائح في غير الثمار أم لا؟ المذهب أن وضع الجوائح لا يكون إلا في الثمار فقط، وبناء على ذلك فإنها تكون من ضمان المشتري لأنها ليست ثمارا. والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل في المحاكم عندنا أن وضع الجوائح يشمل الثمار وغيرها، وبناء على ذلك فإن هذه الصورة ذكرناها في السيارة يكون ضمان السيارة على البائع لا على المشتري، فيرد له الثمن كاملا. ومن مثل ذلك العقود، عقود الإيجارات أيضا، وقد ألف فيها الشيخ تقي الدين رسالة كاملة. صورة عقود الإيجارات أن شخصا يستأجر من آخر عينا كبيت ونحوها، ثم يأتي مانع يمنع من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، كأن تستأجر محلا تجاريا ثم تأتي حفرية تسد الشارع تماما، لا يمكن أن تصل للدكان تماما، لا يمكن أن تصل لهذا الدكان لا بسيارة ولا بقدم ولا بغير ذلك. فهنا جاءت يعني جائحة تمنع من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة وهي غير مضمونة، لأن لو كانت مضمونة فإن الضمان على من فعل سد الطريق، فإنها غير مضمونة. فعلى المذهب لا ينفسخ عقد الإجارة لأنه لا يؤمر بوضع الجوائح في غير الثمار،
لأن الحديث إنما هو خاص بالثمرة، وهو على خلاف القياس، وما ورد على خلاف القياس فإنه يقيد بما ورد فيه. وعلى الرواية الثانية فإن هذا يكون سبباً لوضع الجائحة، فيجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر ويأخذ الأجرة كاملة، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، وهو على الرواية الثانية. نعم، وهذا طبعاً أمر وضع الجوائح أصل عظيم جداً، وقلت لكم قبل قليل أن الشيخ تقي الدين له رسالة كاملة في وضع الجوائح في الإيجارات وفي سائر العقود، خلافا لمشهور المذهب، فإن مشهور المذهب أن وضع الجوائح إنما هو خاص بالثمار فقط. ويجب أن نعرف أن وضع الجوائح فيما هو ماذا إذا كانت الجائحة غير مضمونة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. قال: متفق عليه. طبعا هذا الحديث رواه الشيخان، ورواه الشيخان من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اختلف على الحجاج في هذا الحديث رفعا ووقفا، والذي رواه الشيخان من طريق أبي خالد الأحمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله في العلل أن الصواب في هذا الحديث أنه من قول نافع، وأنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ذلك عنه أيضا ابن رجب في شرح علل الترمذي، فقد نقل أن أحمد قال: هذا الحديث والله أعلم من قول نافع، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وإلا فقد اختلف، فتارة يرفع وتارة يوقف وتارة يقطع على نافع، يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويوقف على ابن عمر ويقطع على نافع. وعلى العموم فإن هذا الحديث في الجملة معمول به، وإن كان الإمام أحمد له ترجيح للمرسل على الموصول. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع، أي من اشترى نخلا بعد أن تؤبر. بعد أن تؤبر المراد بالتأبير هو التلقيح، التلقيح. والفقهاء يقولون إن التلقيح يكون بعد التشقق كما نعلم، التلقيح يكون بعد التشقق، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التلقيح لأنه علامة للظاهر، فالظاهر هو التشقق، فننيط الحكم بالتشقق لا بالتلقيح. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التلقيح أو التأبير لأنه تابع له وملازم له. سأشرح هذه المسألة بعد قليل، لكن نعرف أن يهمنا الآن أنه بعد أن تؤبر المراد بالتأبير هو التلقيح، ولكن الفقهاء حملوا الحديث على التشقق لا على التلقيح. قال: فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أشرنا لها قبل قليل، وهي مسألة بيع الثمرة مع أصلها. نحن قلنا إن بيع الثمرة مفردة سبق فيها حديث ابن عمر وحديث أنس وغيره. هذا الحديث يتكلم عن بيع الثمرة مع أصلها. جاء رجل فاشترى النخلة أو اشترى المزرعة كاملة وفيها ثمر، فالثمر لمن يكون؟ في هذا الحديث أن الثمر إن كان بعد التأبير وهو التشقيق التشقق فإنه يكون ملكا للمشتري، فإنه يكون ملكا للبائع، وإن كان قبل ذلك فإنه يكون ملكا للمشتري. قالوا: لأن المشتري لما تشققت يكون قد بذل فيها جهدا، وغالبا يكون قد لقحها، يعني أجعل اللقاح في التمر في العذوق وغير ذلك، فهذا الجهد الذي بذله يكون فيه مستحقا للثمرة. طبعا هذا إذا سكت عن الثمرة ولم يشترطها أحدهما. إذن عندنا مسألتان يجب أن نفرق بينهما: المسألة الأولى التأبير، والمسألة الثانية بدو الصلاح. والتأبير يكون سابقا لبدو الصلاح، بيع الثمرة مفردة لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح، بيع الأصل منفردا بدون الثمرة، الثمرة تتبعه إن كان قبل التأبير وهو التشقق. إذن عندنا مرحلتان: التشقق وعندنا بدو الصلاح، وفي كليهما يتعلق به حكم مختلف عن الآخر. إذن الحكم الذي نستفيد من هذه المسألة
أننا نقول الحكم الأول أن من اشترى أصلاً دون الثمرة وحدها، اشترى الأصل، اشترى الشجرة وحدها أو الأرض كاملة ولم ينص على اشتراط الثمرة، فإننا نقول إن الثمرة تكون تابعة للأصل فتكون للمشتري إذا كانت قبل التأبير، قبل التشقق. وأما إذا تشققت طلوع النخل فإنها تكون بعد ذلك ملكا للبائع، لأنه قد بذل فيها جهد بالمراعاة والسماد وغيره. طيب، مما يتعلق في هذه المسألة، قلت لكم قبل قليل أن الحديث إنما هو نص على التأبير، والتأبير معناه التلقيح، لكن فقهاءنا رحمة الله عليهم لم ينيطوا الحكم بالتلقيح، وإنما أناطوه بالتشقق فقط دون التلقيح. والسبب قالوا لأن التشقق هو الظاهر، وأما التلقيح فليس بظاهر، غير ظاهر التلقيح. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كثيرا من الشجر لا يلقح، لا يؤبر، فقد يكون تأبيره من نفسه عن طريق الريح، بعض الشجر يكون من الريح، بل إن بعض النخل، يعني بعض المزارع القديمة التي أوقفت، جاء زراعها فكان يجعل أحد الزراع وهو توفي عليه رحمة الله من المشايخ القدامى، كان يجعل بين كل نخلة ونخلة فحال، وهو يعني ذكر النخل. فلما قيل له في ذلك ما السبب، قال لأنه سيأتي يوم لن تراعى فيه هذه الأوقاف، فأريد أن هذه النخل يكون تلقيحه عن طريق الهواء. وصدق، فإن هذا الشجر الآن، النخل موجود الآن قائم وهو موقوف من نحو من 90 سنة، وما زال إلى الآن يثمر من غير تلقيح بسبب جعل صاحبه هذه النخل الفحال فيلقحه الهواء. فأحيانا يكون الفعل في التلقيح ليس من فعل الآدمي، ولذلك فالفقهاء يقول نجعل العبرة بالتشقق لا بالتلقيح. الرواية الثانية في المذهب، وهي التي انتصر لها بقوة الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على العمدة، قال لا، يجب أن نقف عند ظاهر النص ونقول إن العبرة بالتلقيح، لأنه غالبا التلقيح يكون بفعل من البائع، فبذله لهذا الجهد بالتلقيح يكون سببا لاستحقاقه الثمرة. إذن عرفنا المسألة الأولى، وهو إذ من باع الأصل دون الثمرة فإن الثمرة يختلف حكمها قبل التأبير وبعده لمن تكون. الحكم الثاني نأخذه من قوله إلا أن يشترط المبتاع، أي إلا إذا اشترط المبتاع أن الثمرة له، إذا اشترطها في هذه الحالة فإننا نقول يجوز. فمن اشترى شجرة ومعها ثمرة ومعها أصلها فحينئذ يجوز ولو كان بعد التأبير، فتكون في ملكه، فتكون في ملكه بعد التأبير. فدلنا ذلك على أن الشروط نوعان، شروط صحيحة، وهذا الحديث نص على صحة بعض الشروط، وشروط غير صحيحة وهي التي تخالف مقتضى العقد أو حقيقته، وذكرنا هذين الصورين الأمرين سابقا. هذا الشرط الحقيقة فيه نوع من الاستثناء، لأنه استثنى حقا للآخر فأضافه إليه فحينئذ يجوز.